ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جاية لكم ومقلب جديد هعمله في أسامة، ولسه في مقالب كتير قوي جاية. انا عايزاكم تتابعوني وتدعموني اكتر واكتر، عشان انتوا هتشوفوا مني كل حاجة جديدة ان شاء الله. هو أسامة جه من الشغل واتغدى شرب الشاي ونايم كده زي ما انتوا شايفين. هو دايما بيحب ينام على الكنبة، مش عارفة ليه، بس دي مصلحة يعني عشان نعرف نعمل المقالب براحتنا. دلوقتي انا معايا ورقة ولا هعمل ورقة دي قرطاس. قرطاس اهو، خليكم معايا. يا نهار اسود، انت جيت امتى؟ انت مش كنت بره؟ انت جيت امتى؟ الحق الحق، الحاجات مولعة على الارض. اقسم بالله يا ميرفت، احنا خلاص يا جماعة عملنا معاهدة سلام انا وميرفت ان مفيش حد فينا هيعمل مقالب في التاني خلاص. لا انا هعمل فيها مقالب ولا انتي هتعملي فيا مقال. يعني خلاص، يعني لا مفيش لا مقالب لا مني ولا مني. لا لا خلاص، ماشي، خليكوا شاهدين انه قال مش هيعمل فيها مقال. خلاص اتفقنا ان انا وهي هنعيش بامان وسلام في البيت هنا، و وزي العسل في السمنه والسكينه في الحلاوه. خلاص احنا جبت ورقه كتبت فيها اتفاقيه وشروط العقد، وانا مضيت عليه وهي مضيت عليه. متفقين؟ ايوه قدام الناس وانا بشاهد الناس عليك. ايوه خلاص، بس خليكم برضو فاكرين انه قال مش هيعمل فيا مقال، دي اهم حاجه. وانتوا برضو خليكم فاكرين ان هي قالت مش هعمل فيها مقال. احنا هنقضيها بعد كده بقى ايه، تحديات وبتاع كده، تحدي الاكل وتحدي الشرب وتحدي الضرب، حاجات حلوه برضو كده، هي من اللي هتعجبكوا دي. حلو الاكل، ماشي ماشي ماشي، مش هنعمل مقالب. ماشي خلاص، قال اهو، قال اهو مش هيعمل فيا مقال. بس مش مريحاني ليه؟ مش عارف، بس قدام الناس خلاص اهو. احنا خلاص أنا عملت اتفقنا حاجة. ومفيش مقالب تانية هتتعمل. خلاص خلاص، هو مش هيعمل فيا يا جماعه مقالب تاني، خليكم مركزين بس في الكلام. ماشي اهو، شيك هاند، شيك هاند، تمام ماشي اتفقنا. الموبايل بتاعي بقى بعد اذنك جنبيك. هو فين موبايلك؟ ماشي خد يا اسطى. الله،
اقسم بالله يا ميرفت انت عاوزه هتلر يعيش معاك في قلب الشقه هنا وربنا لو اوريك. ينفع يعني كده؟ ماشي يا ميرفت مفيش اتفاق. بد